مشاكل النظر ما بتخلص، وبعصر التكنولوجيا الحديثة والأجهزة الإلكترونية من هواتف ذكية وكمبيوتر وغيرها، صارت الشاشة صديقة أوقاتنا وعدوة نظرنا، صغار كنا أو كبار. ناهيكن عن أنه العمر له حقه، وكل ما تقدمنا بالسن كل ما ضعفت الرؤية. الناس اللي بيعرفوني من 10 سنين بشوف صوري على الفيسبوك حتى بالمسلسلات اني انا لابس عوينات، في كتير مسلسلات لابس فيها عوينات، وصوري على الفيسبوك من 10 سنين ويمكن اكتر اني انا لابس عوينات. هلا بطلت البس عوينات بفضل الدكتور علي فضل الله، لانه عملت عملية لعيوني وزرعت عدسات، صرت شوف عن قريب وعن قريب وعن بعيد، واستغنيت عن العوينات، بس صرت بلبس عوينات شمس بدون درجات. بنحب نتشكر الاستاذ ألان على رأيه الإيجابي، واستاذ ألان مشكلته موجودة عند كل الناس. الشيء الإيجابي فيه أنه خبر القصة بشكل دقيق، أنه هو قدرنا صلحنا عنده النظر للبعيد وللقريب. المشكل الأساسي اللي كان موجود هو مي زرقاء، يعني أي شخص أكيد بعد سن 50 ممكن يعاني من مية الزرقاء أو انخفاض من الرؤية للبعيد وللقريب. البروفيسور علي فضل الله المتخصص بطب وجراحة العيون خبرنا أكثر عن الحلول والتقنيات الحديثة للتخلص من مشاكل النظر، خاصة اللي بتواجه المتقدمين بالسن. في موضوع كتير مهم لازم نحدد عليه، اللي هو أنه مي الزرقاء أول شيء بتنعمل عند الأشخاص اللي هن عمرهم فوق 50 سنة. ما حكينا قبل أنه ممكن نقدر نصحح البعيد والقريب، ولازم ندقق على هالموضوع أنه فينا نصحح البعيد والقريب بعدسات خاصة من إلا المالتي فوكال لنسز أو العدسات التصحيحية للبعيد والقريب، وهيدي موجودة وموجودة بلبنان من فترة، وأكيد كل شخص بس بده يعمل عملية مية الزرقاء لازم يسأل عنها لنقدر نصحح نظر البعيد ونظر القريب بنفس الوقت، وهيدا الشيء ممكن سهل، ومن تاني نهار ممكن الشخص يرجع حياته الطبيعية عم بيشوف بعيد وقريب. طبعا بالأول أنا بس بدي أمسك التليفون، بدي أشوف مسج بيعطيني لي، أو بدي أحكي مع حدا، أو بدي أحكي على الواتساب، بدي شوف وين العوينات، دور على عوينات، أوقات عندي 3-4 عوينات بالبيت دور عليهم أوقات ضيعهم. هلأ صار ما عاد عندي مشكلة، هلأ أنا إذا بلبس عوينات بالعكس ما بشوف، هلأ صرت بشوف أنا بدون عوينات، حتى الأحرف الصغيرة حتى الكلمات الصغيرة، وبشتغل على التليفون. بالأول كنت لما بدي أشتغل شغلة مثلا أفتح الكمبيوتر أو أفتح لابتوب، هلأ لا، على التليفون، استغنيت على الكمبيوتر وعلى اللابتوب، على التليفون بشتغل كل شيء لأنه بشوفه كتير منيح. مع هالتطور الطبي والتقنيات الحديثة اللي خبرنا عنها البروفيسور فضل الله، صار فيكن تتخلصوا من المي الزرقاء، ضعف النظر وقوته بنفس الوقت. من بيروت بطل عبدالله، قناة بنت جبال الإلكترونية.